عندنا رجل تزوج بزوجة فوضعت له ولدا ثم توفيت، وتزوج الرجل بزوجة أخرى ولها بنت من زوجها الأول، فوضعت الزوجة الأخيرة ولدين، فتزوج الولد الذي ماتت أمه بالبنت التي صارت أختا لإخوانه، فهل هذا يجوز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا حرج في ذلك. يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه إذا كانت هذا البنت من رجل آخر كما ورد في السؤال، لأنه لا قرابة بينه وبينها، إلا إذا كان هناك رضاع. إذا كان هناك رضاع، هو رضع من أمه أو هي رضعت من أمه، حينئذ تحرم للرضاع. أما ما لم يحصل رضاع إنه لا علاقة بينهما ويجوز له أن يتزوجها. الله أعلم.